زي ما احنا عارفين انه موضوع الادمان موضوع من زمان جدا، واكتر من مره وزاره الصحه بتحاول علاج الادمان. صحيح في ناس بتتعالج، لكن في نسبه كبيره لسه ما زالت بتتعاطى المخدرات. النهارده عندنا اكتر من جهه بتحارب تعاطي المخدرات، عندنا صندوق مكافحه الادمان والبرلمان وايضا وزاره الصحه، الحقيقه كلهم تكاتفوا مع بعض للقضاء نهائيا على ظاهره تعاطي المخدرات وظاهره الادمان. وطبعا احنا بنتمنى ان هم يقضوا على نسبه كبيره من الناس اللي بتتعاطى المخدرات. النهارده معايا ضيوفي في الاستوديو النائبه الاستاذه شاديه ثابت عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. مساء الخير استاذه شاديه. مساء الخير، اهلا بحضرتك بيكي واسره البرنامج والساده المشاهدين. اهلا بيكي. معايا كمان الدكتور تامر حسني اخصائي علاج الادمان في صندوق مكافحه الادمان. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. ومعايا مشاهدينا ياسر صلاح احد المتعافين من الادمان. اهلا بيكي استاذ ياسر. أهلا بيكي. وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. نبتدي مع الدكتور تامر. دكتور تامر، حضرتك قولي الإحصائية الموجودة حاليا كم مدمن في مصر الآن، وهل التعاطي بيختلف عن الإدمان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لازم بس نوضح للسادة المشاهدين أن مشكلة المخدرات دي مش موجودة عندنا احنا بس في مصر، دي أخطبوط موجود في كل دول العالم، دول العالم المتقدمة ودول العالم الثالث، كل المجتمعات فيها مشكلة مخدرات. احنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طبعا يعني بنشتغل من خلال مسوح ومن خلال دراسات. أيوة. احنا لو بنتكلم عن حجم المتعاطين، احنا بنتكلم في حجم المتعاطين في الفئة العمرية من 15 ل 65 سنة، بنتكلم في حوالي 10% جربوا مخدرات لمرة واحدة، ودول متعاطين يعني مش مدمنين، يعني دول جربوا المخدرات ولو لمرة واحدة. يعني في فرق بين التعاطي والإدمان، التعاطي درجات لغاية لما الشخص يوصل للإدمان اللي ما يقدرش يبطل فيه، مش كده؟ بالظبط كده. لا، الشخص يقدر يبطل إدمان بس من خلال بقى برامج علاجية. هو ده اللي بقصده، يعني ما يقدرش يبطل لوحده أو يعني لازم يفضل ياخد، لكن المتعاطي أخذ وخلاص. المتعاطي دوت جرب مخدرات ولو لمرة واحدة. في بقى تعاطي تجريبي، في تعاطي غير منتظم، في تعاطي في المناسبات، لغاية لما يوصل لحاجة اسمها التعاطي الدار. التعاطي الدار إن هو خلاص بقى عنده اعتماد جسدي واعتماد نفسي على المادة المخدرة. وما يقدرش يعمل حاجه في حياته من غير ما ياخد مخدرات. ايوه. فاحنا لو احنا بنتكلم عن قضيه كبيره زي قضيه الادمان، مفترض طبعا في كل دول العالم ما فيش جهه واحده هتقدر تتصدى ليها. أيوة. عشان كده صندوق مكافحه وعلاج الادمان بيتعاون مع شركاء كتير جدا، وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره الصناعه، وزاره الداخليه. كل الوزارات معنيه بخطوره مشكله المخدرات، ان مشكله المخدرات ما بتاثرش على الشخص بس، بتاثر على الشخص، بتاثر على اسرته، بتاثر على المجتمع اللي هو عايش فيه. ولو كنا اتكلمنا عن الرحله بتاعه التعاطي، رحله التعاطي بتوصل غالبا لرحله الادمان. اكيد. يعني الشخص اللي ادمن مخدرات ما وصلش لدائره الادمان الا لما يكون جرب المخدرات، ومن هنا بتبقى خطوره ان الشخص يجرب المخدرات ولو لمره واحده. ان احنا ما بنكونش ضامنين هو تجربته للمخدرات دي هتوصله لمرحله الادمان ولا مش هتوصله لمرحله الادمان. واحد بيلعب بسلك شائك، فلو دخل في دائره التعاطي ممكن فعلا يوصل لدائره الادمان. اكيد. أستاذة شادية، حضرتك يعني لاحظتي في الدايرة عند حضرتك أنه النسبة وصلت؟ والله وأنا عندي في إمبابة الحقيقة نسبة كبيرة جدا. اللي أخطر من ده أن ابتدوا يستهدفوا الأطفال الصغيرين، يعني يجي الأطفال الصغيرين يدخلوا لهم من مدخل يقولوا عشان تلعب، وده كان موضوع خطير جدا. عشان كده كلمت الدكتوره الهام وكيله الوزاره قلت لها احنا عايزه اروح واعمل توعيه، ورحنا فعلا. ان بيقول له انت عشان تلعب مع سنه خمسه خد النص قرص ده عشان يشدك ويقويك. فدي يعني مصيبه. اطفال صغيرين قوي يعني، صغيرين. يعني ابتدوا كمان يعملوا تركيبات مش موجوده في الجدول زي الستروكس والفوليديكا حاجه كده. فالحقيقه دي خطيره جدا. يعني لو حضرتك شفت تركيبه، انا طبعا اصريت ان اعرف التركيبه دي ايه، وبعت حد من عندي بالمكتب وشافها. تخيلي عباره عن تباشير وبردقوش وسم فيراني. هو سم الفيران عباره عن ايه؟ ماده مسيله للدم. يعني زي الماريفان كده، وبعدين رشه بيراسول، واخده بال حضرتك، وزي لوكين بتاع الاسنان. كله يعني
اكتر خطوره من بعض. مواد سامه. انا جاني ابني ست بتشتغل عندي كان بيموت كان طبعًا. بيموت تقول لي ضحكوا عليه وادوا له حاجه وبعدين بيسخنوها ويعملوا الكلام زي ده فبيضيعوا الطفل. وبعدين الادمان زي ما قال الدكتور تامر الادمان ما هو مش بيأثر على البني ادم بس على البني ادم وعلى الاسره وقنبله على المجتمع لانه خلاص ما دام بقى مدمن عايز الفلوس من اي حاجه عشان يتعاطى او علشان يسد ادمانه ممكن يقتل بتبقى جرائم كثيره ممكن طبعا. يقتل ممكن يسرق ممكن وهو مش وعيه هو مش شايفه ممكن يبيع كليته ممكن يعني عارفه حضرتك فطبعا في النهايه بيوصلوا للموت لسبب اي ادمان والدكتور عارف الكلام زي ده ان ممكن بياخد جزء بيبقى يتعود عليه وبعد كده بيزود الجرعه بعد كده ما بتبقاش مؤثره عليه بنسميه عندنا في الطب اسمها توليرانس يعني خلاص بقى جسمه يحتمل اكتر من هذه الجرعه بعد كده خد الجرعه الكبيره لا هي ولا غيرها بقت مؤثره فيه يبتدي ياخد جرعات اكبر علشان يسد وهو مش حاسس ان هو يعني قادر ان هو في النهايه بتقضي على حياته لان خد جرعه كبيره جدا وده اللي بيحصل يمكن كان في فيديو معمول او كليب كده عامله صندوق لا كان عامله الفنان اللي هو بتاع كبير مكي. احمد مكي ففعلا عمل ان هو خد جرعه جامده ومات وبيتكلم بعد ما مات ففعلا ده اللي بيحصل بالظبط بيبتدي ياخد جزء في جزء الغلط ما بيأثرش فيه ياخد يزود في الكميه بعد ما بيحصل له تولرانس او خلاص بقى يحتمل هذا ويموت بيها فهو بيقضي على نفسه الشاب ده بيقضي على نفسه بيقضي على عمله بيقضي على اسرته بيرتكب جريمه ممكن توصله للاعدام حضرتك تقدمتي بالبلاغ؟ قدمت انا حقيقة عملت قانون انا يعني مقدماه طبعا احنا الدكتور تامر قال نتعاون مع بعض فيه اللي هو الهيئه القوميه هو في صندوق دلوقتي بتاع الادمان في طبعا ال 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 الناس عليه كتير قوي او الازدحام عليه كتير قوي لما احنا اعمل هيئه قوميه لمعالجه الادمان انا كان اول حاجه بقول انشاء هيئه قوميه منين الهيئه القوميه دي من دكاتره جامعه ومن مدربين ومتدربين ومن ناس عندها في النفسيه زي الدكتور تامر وان هو ايه بقى من كل الناس اللي بيأهلوا للعلم يعالجوا ويأهلوا ويدمجوه في المجتمع ده ادي او الجوب ديسكريبشن بتاعهم او التوصيف الوظيفي بتاعهم هم ان فعلا يعالجوه ويأهلوه مش العلاج بس ويأهلوه ما يرجعش تاني ويدمجوه في المجتمع يبقى دي التوصيف الوظيفي بتاعهم طب يعني علشان انا ساعد الناس دي وهم مش قادرين يستوعبوا كل الكمية بتاعت المدمنين هعمل 27 مكتب في 27 محافظة يبقى في مكتب للإدمان واخد بال حضرتك النقطة اللي بعدها طب الموازنة قليلة نبتدي نعمل صندوق ممكن بالتبرعات بأي حاجة برضك للإيه للناس الإدمان دي لأن أنا أقول للناس تتبرع لسبب ما هو الناس دي هتبقى قنبلة موقوتة عليهم لو ما تعالجوش هيخرجوا عليهم مجرمين صحيح. ممكن يقتل أي حد يثبت أي حد ويموته عشان ياخد منه بأي طريقة زي ما حضرتك عارفة الواحد لما بيكون الإدمان يعني الحالة جات له عايز المخدر بيبقى في حالة ما هيش طبيعية وهو مش داريان بنفسه ممكن يعمل أي حاجة الحاجة اللي بعد كده هو أعمل نشرة كل شهر العدد قد إيه قل ولا زاد إيه الحاجات اللي زادت إيه التركيبات اللي زادت بحيث أنها تدرج مع وزارة الداخلية زي مثلا ستروكس زي الحاجات دي مش موجودة في الجدول لا يبقى دي تتعرف ونعرف تأثيرها وكيفية كشفها بالتحاليل يعني دي كيفية كشفها بالتحاليل آخر حاجة إن نعمل عقوبة أنا مثلا زي الأستاذ المحترم ياسر الحمد لله ربنا يعافيه وما يرجعوش لحاجة زي كده خلاص اتعالج وتعالج على حساب الدولة وتعافى وهو عارف إن هو وأكيد بينصح كل الناس ما يدخلوش هذه أو رجليهم ما تنزلكش في ده طيب بعد ما كده وراح رجع تاني يبقى عليه عقوبة بقى لا معلش انت يعني خلاص اتعالجت وبقيت حاجه كويسه يبقى ارضع الكلام زي ده انا عليا ان انا كدوله عالجتك وعملت لك كل حاجه ودمجتك ودمجتك في المجتمع بعد كده بحيث ان يبقى فيه ايه جزء ترغيب وجزء ترهيب يعني الحقيقه لو بالقانون ده انا هجيبه لحضرتك كل البنود بتاعته والتعاون معاك وهعرضه عليك لو عايز تزود عليه حاجه ان شاء الله هيبقى فيه تعاون بيننا وبينكم بحيث نقضي على الادمان زائد التوعيه الإعلامية من خلال الإعلام المحترم زي المحور وغيره بحيث إن الأطفال محدش يضحك عليهم ويقول لهم خدوا ده ولا واحد يقول لك أصل أنا ظهري وجعي هاخد ترامين هو في الوراق تقريبا يا دكتورة شادية كانوا ركبوا كاميرات عشان الموضوع ده بالتحديد أيوه
والتجارة قلت بالفعل كتير لأن الحقيقة احنا عندنا جاء الحقيقة مدير أمن الجيزة محترم جدا عصام سعد الحقيقة قايم بحملات واسم امبابة والطاقم المعاون بتاعه. أيوه. أنا حاولت هو أول حاجة برضك أنا بشكره الحاجة عملها قريب جدا كوبري امبابة طبعا من الحاجات المدرجة أثريا أنا كنت عملت طلب إحاطة يعني بيتظبط فيه لأول مرة يتأمن كوبري امبابة اللي كانت الناس بتتثبت عليه في العصر 17 واحد عسكري عليه دلوقتي ففعلا الراجل ده شغال جدا الطاقم المعاون معاه اسم امبابة واسم الوراق ورؤساء المباحث شغال. عايز اقول لحضرتك عايز اقول لي طبعا مشاعر طيبه جدا طبعا من دكتوره شاديه اهتمامها بقضيه الادمان وهي يعني شغاله في المطبخ وعلى ارض الواقع وبتحتك بالجمهور. أيوه. ورصده طبعا من خلال الملاحظه والمكتب بتاع دكتوره شاديه ان في حالات تعاطي كتيره جدا في دائرة امبابة وهي مش في دائرة امبابة بس يعني اغلب المناطق دلوقتي فيها دائرة تعاطي. بس احنا لازم نتكلم عن ان فكرة انشاء هيئة قومية في النوادي يا فندم انشاء هيئة قومية للادمان دي فكرة محترمة جدا بس صندوق مكافحة وعلاج الادمان ليه دور منوط في المجتمع وفي طلب على 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 العلاج في صندوق مكافحة وعلاج الادمان. صندوق مكافحة وعلاج الادمان شغال مع 22 مركز علاجي مستشفيات بتتبع الامانة العامة للصحة النفسية كل تكاليف في كل المحافظات ولا في مصر بس في كل القاهره بس القاهره الاسكندريه اسوان الصعيد الصعيد فاما انا ده كنت عايز اوضحه لحضرتك. أيوة. يعني احنا في كل المحافظات لينا مستشفى بتتبع سواء مركز جامعي او مستشفى بتتبع الامانه العامه للصحه النفسيه ومؤخرا المركز الوطني لعلاج الادمان في الاسماعيليه تم افتتاحه من سنتين وكنا بنحتفل في انا بقى هرجع لحضرتك تاني عشان تقول لي كل المراحل حاضر. اللي بتحصل من اول ما يتقدم حد طالب العلاج يعني انا طبعا بحييك على التجربه اللي انت مريت بيها ومش عيب جدا خالص ان الانسان يكون في غلط ويصلحه يعني بجد احنا بنحييك بس نعرف القصه منك بالتفصيل وخلي بالك ان القصه اللي انت هتقولها دلوقتي هتبقى نصيحه لكل الشباب اللي بيتفرجوا عليك نبراس للناس كلها تنور له طريق انا بسم الله الرحمن الرحيم ومدة الإدمان كانت بالنسبة لي 17 سنة متواصل 17 يعني سنة وقدرت إن أنت تقلع عنه ده بصراحة بنحييك عليه بقالي سنة الحمد لله وثلاث شهور الحمد لله مفيش أي حاجة كان عندك كم سنة يا سرسان؟ كان عندي 17 سنة كنت صغير. أدمنت إيه بقى؟ إيه المواد اللي أدمنت؟ لا ما مش عايز أتكلم في مواد بالظبط لأن أنا ما بحبش أذكرها يعني لأن ده مش من العلاج اللي أنا أتكلم فيها بس يعني هنحط إن ادمنت كل حاجه يعني بالتدريج يعني تدريجيا سلم تدريجيا يبتدي طبعا اي مدمن بيخش في الادمان بيبتدي مثلا يشرب سيجاره حشيش. أيوة. بعد كده بيبتدي ترامادول بعد كده يعني القصه بايه مستمره لكن هو لو عنده استعداد ان هو يكمل فهو اي حاجه هتنزل هو هيجربها هو خلاص هو حب الادمان او مثلا خلاص هو يعني مش شربت الحشيش مثلا فتره خلاص يعني زهقت عايز اغير. طيب قول لي بقى مين اساسا اللي عرض عليك في البدايه ان انت تبتدي تجرب الحاجات دي؟ هو اولا اللي سهل لك الموضوع سهل الموضوع اولا الصحاب يعني الصداقه اللي هي مثلا هي 17 سنه كنت في ثانوي تقريبا كنت في يعني بدايه ثالثه اعدادي كده وفي اولى ثانوي يعني الموضوع ابتدى بس كان الاول طبعا الموضوع كان تعاطي عادي يعني اللي هو كان بادئ تعاطي ما فيش اي مشاكل من ناحيته خلاص مثلا بشرب كل يوم فتره معينه عادي شربت ما شربتش مش هيحصل حاجه لكن بعد كده الموضوع ابتدى يتطور طبعا مع السنين وخصوصا ان انا عايش لوحدي كان عندي والدتي متوفيه والدي فكانت الدنيا مفتوحه بالنسبه لي ان انا يعني المجال مفتوح ان انا اعمل اللي انا عايزه يعني. ايوه. بس فده طبعا كان الصحاب دول اهم حاجه لازم يعني الاسره عامه تبقى واخده بالها من صحاب طيب ولادها. انت كنت بتجيب فلوس منين يا ياسر يعني؟ انا بشتغل من وانا صغير بشتغل مع الدراسه يعني كنت بشتغل. فانا الحمد لله يعني برغم ان انا مشيت في سكه الادمان فتره طويله بس يعني كنت معتمد على نفسي ما كنتش مثلا باجي على حد في حاجه انا بشتغل وبصرف على نفسي بقى اشرب ما اشربش ما حدش يدعوني. ما كانش بيصعب عليك الفلوس اللي انت بتشتغل بيها طول الشهر؟ والله الكلام ده كان الصراحه حضرتك كان بيصعب عليا في الاواخر بس لما ابتديت يعني الموضوع طول والموضوع ابتدى بقى ايه ان انا مثلا لو انا شغلي شغل حر يعني انا بشتغل نظام لو انا اشتغلت في النهارده هلاقي فلوس ما اشتغلتش خلاص مفيش فلوس فاللي هو ساعات بتصادف ان انا تعبان يومين فاليومين دول بيبقى عندي ازمه بالنسبه لي لان انا طبعا متعود ان انا لازم اخد حاجه معينه
ومش شغال. طيب في الاخر لما انت بدات تتضايق على المبالغ اللي انت بتصرفها، انا مش على المبالغ بالظبط، المبالغ انا مش هدف، اصل لو الواحد هيبطل عشان المبالغ ممكن ربنا يكرمه بعد كده ويرجع. هي الفكره مش التبطيل. طيب مش عشان حوالي قد ايه في الشهر في الاخر؟ انا يعني انا اخر 10 سنين دول عملت كده زي دراسه جدول عنهم، يعني انا صرفت قد ايه، فطلع ان انا صارف مثلا حوالي 850 الف جنيه. خبر ابيض. انا نفسي اتصدمت كده، يعني زي ما حضرتك كده اتصدمتي. 850 الف، انا اتصدمت يعني مبلغ كبير. لا ومبلغ كبير، ومبلغ انا تعبت فيه جامد يعني. طبعا. انا ما مسكتش فعلا المبلغ ده على بعضه، بس لما حسبت انا بصرف قد ايه في اليوم. انا عايز اقول لحضرتك مثلا كنت بشتغل على تاكسي. انا عايز اقول لك ان انا كنت مثلا بشتغل فوق طاقتي، لان انا بدفع فلوس للتاكسي مش بتاعي. أيوة. وعايز اجيب المخدر بتاعي، وعايز اكل، وعايز اشرب. الموضوع كان كبير بالنسبه لي، فكنت عايش في معاناه. انا بصراحه كنت عايش في معاناه. ليه؟ كل حاجه ضغوط. عشان اشتغل ضغوط، وعشان اجيب المخدر ضغوط. طب انا هفضل لحد امتى كده؟ طيب يعني الناس اللي حواليك كانوا حاسين بيك وعارفين ان انت بتتعاطى مخدرات؟ والله هو الفترة الأولانية كده كده محدش بيحس بحاجة. وفي الفترة التانية برضو محدش بيحس حاجة، لأن ضغوط الحياة بقت صعبة على الناس، فكل واحد بقى يركز في شغله ويركز في محدش. مش باين على تصرفاتك؟ لا لا. على عدم تركيزك مثلا؟ لا لا لا، يعني هو سبحان الله، يعني في ناس بيبان عليها وفي ناس أنا بالعكس كان ناس كتير قوي بعد المدة دي. يعني بتحس إن لا لا لا، أنا بعد المدة دي كلها كان في ناس لما عرفت إن أنا كنت باخد المخدرات ووصلت للمرحلة الكبيرة للمخدرات، يعني وأعلى حاجة في المخدرات، قالوا لي لا مش مصدقين انت بتكذب، لان معاملتي مع الناس الحمد لله كانت كويسه، كانت طبيعيه جدا. طبيعيه جدا بالعكس، يعني انا ممكن كانوا يكشفوني في حاله واحده لو انا مش واخد. لكن طول ما انا واخد المخدر انا معاهم، يعني عايز اقول لك مفيش اي حاجه، طبيعي جدا. انا كنت باخد المخدر ده، وصلت المرحله انا باخد المخدر ده عشان اقعد مع حضرتك قاعده طبيعيه كده. مفيش اي مشاكل. وانت طبعا كنت بتحاول انت دايما تامن نفسك بوجود المخدر معاك هو عشان ما تفقدش التوازن. هو لا مش كده، يعني اللي هو ما يجيش معادي اللي انا يفصل المخدر اللي انا واخده يفصل. وهاجي تاني يوم فهيبان بقى، مش هيبان اللي هو يعني زي ما حضرتك بيجيبوها في الافلام ان الواحد يقعد يهرش والحاجات دي. لان دي حاجات مبالغ فيها شويه. لا يعني ممكن ابقى اكلمك بس انا مش معاكي اساسا. يعني انا تفكيري كله في حاجه تانيه. انا عايز الخليه العصبيه بتتشنج. يعني لما بتمنع المخدر الخليه، يعني انا ما اجيش لواحد مثلا ممكن بواحد سجاير اقول له دي هابيتويشن دي عاده، لكن المخدر بيبقى الخليه العصبيه كل حاجه بتتلخبط، كل حاجه فعلا هو نفسه بيبقى مش قادر، ممكن يجي له دايريه اسهال، ممكن يجي له هو ده ماشي، هو ده بيحصل. دي اعراض انسحاب. مرض الادمان معروف بفقدان السيطره، يعني شخص فقد السيطره وعنده ولع وهوس بالمخدرات، ويحصل له لو جه يقلل الكميات اللي بيتعاطاها. انا ما اقدرش اشتغل ساعتها، ما اقدرش اعمل اي حاجه لو انا بستخدم مخدر. في صدمه اعراض الانسحاب. بس احنا برضه لازم نوضح للناس ان النهارده اللي بيبطل مخدرات بعد مده كبيره جدا من التعاطي هو بطل. طبعا ان هو بيقول لك 17 سنه. ان مشكله الشخص ما بتكونش مع المخدرات، مشكله الشخص بتكون مع طبيعه مرض الادمان. ان الادمان مصنف ان هو مرض زيه زي الامراض النفسيه. اي شخص بيتناول اي ماده مخدره وتعاطى لمره واحده مصنف ان هو شخص مضطرب. هو بيكون عنده نقص في المهارات الاجتماعيه وعيوب شخصيه، يعني ما بيعرفش يتواصل مع الاشخاص اللي حواليه، عنده دايما شايف ان هو اقل من الناس اللي حواليه، عنده عيوب شخصيه. العيوب الشخصيه دي هي اللي بتحركه. الحقيقه احنا لازم نوضح للساده المشاهدين ان الادمان بيبتدي قبل ما الشخص يتناول المخدرات. يعني تناول المخدرات ده بيكون في مرحله لاحقه. السلوكيات هي اللي بتوصل الشخص ان هو يخش في دائره التعاطي والادمان. يعني بيكون نتيجه مش سبب. الادمان مرض سلوكي. الادمان في الاساس هو مرض سلوكي. والدكتوره وضحت حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها التولرانس. اي شخص دخل في دائره الادمان بيمر بمراحل متعدده من الماده المخدره اللي بيتناولها لغايه لما يوصل للماده الاساسيه اللي بيقعد معاها مده طويله. ومن هنا بيحصل ان هو بيكتشف ان هو كل المحاولات اللي كان بيعملها لما كان بيحاول يوقف لوحده او يستبدل ماده بماده ما كانش بيبطل مخدرات، هو كان بيحل مشكله المخدرات. احنا لما بيجي لنا عشان يتعالج، واحنا لازم برضو نوضح ديت، بنفهمه ان مشكلته مع مرض اسمه مرض الادمان. ان مرض الادمان من ضمن الامراض المميته. يعني في يوميا وسنويا ناس بتفقد حياتها بسبب بتموت. ولو بجرعه زياده. طبعا. وحضرتك لو دورتي على كل مشاكلنا الاجتماعيه اللي موجوده، معدلات الطلاق اللي عاليه جدا في المجتمع المصري مرتبطه بالمخدرات، حوادث الطرق اللي موجوده مرتبطه بالمخدرات، العنف الاسري مرتبط بالمخدرات، التحرش مرتبط بالمخدرات. هتلاقي مشكله المخدرات ديت صحيح بيبقى هما مشكله متشعبه، مشكله كبيره جدا.
طب ياسر ارجع لك تاني، ومعلش استحمل الاسئله دي الكتيره. مفيش حاجه، انا اهم حاجه الناس بس تحس بس يعني، بس الناس اكيد بتستفيد وبيحيوك طبعا. اي حد كمان بيشرب، كان بيشرب، انا بكلامي ده هو هيوصل له اكتر من اي حد، لان هو اكيد هيلمس معايا يعني، هو عارف ان انا حسيت بالحاجه دي فانا هوصلها لك صح. حسيت ان ال 17 سنه دول ضاعوا من عمرك وضاعوا فلوسك، كنت طبعًا ممكن تعمل بيه حاجات كتير. انا دلوقتي، يعني لهم ان ال 17 سنه انا دلوقتي سنة دي يعني مثلا 750 الف دول ولا 100 ولا يعني ممكن يوصلوا مليون. انا كان زماني دلوقتي لو معايا بس دلوقتي منهم 100,000 جنيه. اتجوزتش انت يا ياسر؟ لا لا انا رفضت يعني، انا كذا مره يعني حصل خطوبه وكده، بس انا يعني كنت في يعني الاخر. اترفضت ولا لا؟ انا دخلت وكل حاجه وتمام، ما كانش يعرفوا يعني الموضوع دوت. فانا لما لقيت نفسي مش عارف اخلع يعني اضطريت ان انا افصل، انا اللي ابعد بحيث ان انا انهي الموضوع عشان ما تظلمش حد معايا. لان خلاص انا ما فيش حاجه في دماغي غير المخدرات. كنت هتقول لهم يا ياسر ان انت بتتعاطى مخدرات لو كان تم؟ انا كنت بقول للانسانه اللي هرتبط بيها بس، ماليش دعوه باهلها يعني، اهلها انا مش هتجوز اهلها بس. كنت اهم حاجه عندي هي لان هي اللي هتعيش معايا مش هم. في السنين اللي فاتت كلها ما حاولتش ان انت تتعالج ولا مره؟ بصي حضرتك، غير المرة الأخيرة دي؟ لا أنا حاولت. أنا أقول لحضرتك حاجة، هو مثلا هنقول يعني الإدمان النشط معايا كان 17 سنة. في ال 17 سنة دول أنا ما كنتش عارف إن في حاجة اسمها تبطيل أساسا، أو مش يعني ما سمعتش عن في حاجة اسمها تبطيل. لا هي مش على بالك أكيد إن هي مش على بالي، بس حتى يعني إيه، أنا عايز أقول لحضرتك يعني اللي هو ما كانش فيه دعاية زي دلوقتي للتبطيل، ما كانش فيه إعلانات، ما كانش فيه الكلام ده. دي حقيقة فعلا. ف نقول مثلا من 7 سنين معدي كده في مره بالعربيه، فشفت اعلان مكتوب عليه صندوق مكافحه المخدرات والعلاج في سريه تامه. محمد صلاح طبعا دي عامله شغل لا ده غير ده قبل محمد صلاح كمان، ده كان لسه اول حاجه تقليديه الصندوق عاملها. فبصراحه يعني هو كان الطريق واقف وانا مركز في الاعلان قوي. ايوه فهو فيه بجد الكلام ده يا جماعه، يعني الموضوع ده في مصر عندنا فيه يعني حملات التوعيه فعلا بتفيد. ده اعلان بس حضرتك، انا لسه ما اعرفش اي حاجه، ده اعلان. فجربت كده قلت يعني ايه، مش عارف ليه شدني الموضوع يعني ان انا اجرب يعني. انا بص هو مدمن بطبعه بيحب يجرب في اي حاجه، حتى لو الحاجه دي مثلا ممكن تكون عكس اللي هو بيعمله، بس انا اجرب مش مشكله هخسر ايه. فاتصلت على الرقم وفعلا لقيت الناس يعني كلمني بطريقه كده شدتني. احنا عندنا كان مثلا في يعني الواحد لما كان بيشرب هو بيبقى عنده حاله كده، حاسس ان هو يعني ايه منبوش شويه. حتى لو هو مش باين عليه او كده، هو الاحساس ده بيجي له من اللي هو بيعمله في نفسه. فانا لقيت الناس لقيت الناس بتتعامل معايا عادي خالص يعني، طب تعالى طب جرب مش تخسر حاجه. المهم خدت ميعاد، وكان اول دكتور يعني كان الدكتور تامر. كان ان شاء الله. والله فالمهم يعني دخلت اتعالجت في المستشفى، بس للاسف كنت اليوم اللي بخرج فيه برجع فيه نفس اليوم اللي انا دخلت فيه. يعني انت رحت انا دخلت حوالي 3 مرات. اول مره قلت له ايه؟ قلت ايه للدكتور؟ بحكيت له عن كل اللي انا بشربه وانا بعمل ايه وبقالي قد ايه. هو بيسال لوحده، بيسالوني. اول لما الواحد بيروح بيسالوه، تعالى اقعد اتفضل، انت مالك في ايه؟ احكي لنا، طب ايه اللي حصل؟ طب بتشرب ايه؟ طب كده. ده اول حاجه لازم يفهم كل حاجه عشان يقدر يساعدني. بس وتروح وتكمل تاني. الاول بيديك فتره مثلا علاج خارجي. بيشوف البني ادم ده عايز فعلا يعني عنده، ممكن واحد جاي كده وخلاص يعني. فهو ايه بيديله مثلا 15 يوم يتعالج فيهم في البيت. لو هو حتى ما اتعالجش، بس فكره ان هو يرجع لهم تاني، يبقى هو فعلا عنده اراده داخليه ان هو يتعالج. ده الراجل ده يعني بيحاول، مش مشكله. حتى هم بيقولوا له انت ممكن تشرب في الايام دي بس تعالى برضه. يعني خد العلاج وتعالى. اوكي دكتور تامر، لما جالك ياسر انت من اول قعده حسيت ان هو فعلا عاوز يتعالج؟ يعني بتقدر تقرا المريض او المدمن من اول قعده ان هو فعلا عنده اراده حقيقيه، او ان هو جاي بس كده يشوف ويرجع؟ هو خلينا صادقين، 90% من الحالات اللي جايه تتعالج اول مره ما عندهاش النيه الصادقه ان هي تبطل كل حاجه. اللي بيبقى جاي عايز يبطل المادة الأساسية اللي عاملة له مشكلة وينتقل لمادة مخدرة تانية، يعني مثلا عايز يبطل هيروين. معلش يا دكتور أنا آسفة هقطع كلام حضرتك. واضح إنه كلام ياسر خلى تليفونات كتير تجيلنا، ومعانا مين؟ كان أستاذ خالد من طنطا، هو كان مدمن وتعافى الحمد لله. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا انت سامع كلامنا واحنا بنحييك طبعا على ان انت قدرت تمر بالتجربه دي ويبقى فعلا عندك اراده للشفاء وقدرت ان انت تتعافى باذن الله. تقول ايه بعد ما خرجت من التجربه دي؟ ايه انا بوصل اولا تحيه لحضرتك ولضيوف حضرتك وللدكتور اللي موجود عند حضرتك. اهلا بيك. وطي التلفزيون بس يا خالد علشان ايه نسمعك كويس. اتفضل. خالد الاتصال اتقطع، حاول تكلمنا مرة تانية. معانا السيد من الجيزة احد المتعافين برضو. الو مساء الخير. متعافين كتير النهارده. اه ما شاء الله وش حلو. مساء الخير، اهلا بيك. أنا بحضرتك. قول لي أنت كنت مريت بتجربة الإدمان وخرجت منها الحمد لله؟ لا معلش، هو في لبس بس حضرتك، أنا مش أنا اللي قمت بتجربة الإدمان أو جربتها، هو بس كان مراتي اتصلت مع حضرتك عن طريق البرنامج. لا مش سامعة. عندها ولدين هم اللي قاموا بالتجربة دي. تمام، وبعدين؟ اتفضل. هي بس للأسف اديتكم رقم أنا، إن مش هقدر رقمها. ممكن حضرتك اتكلم انا او طبعا احكي لنا ايه اللي حصل. هي عندها ولدين الاثنين مدمنين، واحد كروكس وواحد بالفعل. ها. عانت منهم معاناه جامده يعني. ايوه. فاخر ما تواصلت معاهم انها ودتهم المراكز اللي هي بدون طبعا رخص او تراخيص او الصحيه، المراكز اللي هي العاديه اللي بيجمعوها شباب وبيكونوا مدمنين وبيبطلوا ويفتحوا المركز ده ويعالجوا فيها الشباب اللي زيهم. مشكله كبيره. اسمحي اتكلم في نقطه عنها دي برضه. ثانيه اتفضل، عندك سؤال تقوله له؟ طب هو الولاد اللي ولاده عندهم رغبه للعلاج؟ هم اتعالجوا فعلا يا استاذ سيد؟ لو وداهم مصحه خاصه؟ طبعا هم محجوزين دلوقتي، هم عندهم رغبه هم لسه يتعالجوا. طب هو في واحد اللي علم التاني ولا هم اتعلموا ازاي؟ لا 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 بيتعلموا اصحاب السوق طبعا. اصحاب السوق. لا لا. اوكي. طب سؤال للدكتور تامر، هو فعلا اللي اتعالج بره في مصحه خاصه ما بيرضوش ياخدوه اللي في مصحه عامه عندكم؟ لان قالوا لي الكلام انا ده. اقول لحضرتك حاجه، علاج الادمان قالوا طالما اتعالج بره مش هناخده، طب الناس فلسوا. احنا باعوا اللي وراهم اللي قدامهم عشان يقعدوا. صندوق مكافحه وعلاج الادمان بيتعامل مع كل الحالات اللي عندها مشكله مع المخدرات. أيه. ما يهمناش الطبقه الاجتماعيه او الطبقه الماديه اللي هو جاي منها، يهمنا حاجه واحده بس، اختياره ان هو يبقى عايز يبطل، ان علاج الادمان علاج اختياري. انا بسال في جزئيه عشان دي اتقالت لي، ان اللي تعالج بدا في علاج في مستشفى خاص عايز يلحق ابنه. وبعدين باع اللي وراه واللي قدامه وخلاص وعايز يجيبه، وبعدين جه بعد كده الصندوق قال له لا انت تعالجت بره مش هناخده. ما بيحصلش كده يا دكتور. بيقول ان هو هيجي يتابع في العياده الخارجيه، ان احنا هو عندنا قوائم انتظار كبيره جدا. مثل. انا بقول لحضرتك في يعني قوائم انتظار. انا مستغربه النقطه دي بالنسبه للادمان والحاجات الثانيه، يعني حتى في الاورام مثل في 357 يقول لك بدات بره ما تجيش، ما هو بروتوكول واحد يا فندم. هو بروتوكول واحد للعلاج. والحاجه الثانيه العلاج زي ما احنا بنقول، هو العلاج مش علاجه بس سحب المخدر بحاجه تانية، ما انا عارفه طريقه العلاج ازاي، ما انا طبيبه ودارسه ده، ولكن هي اهم حاجه العلاج والتاهيل، واخد بال حضرتك التاهيل والدمج. طب ليه يا دكتور سامر؟ ان الاسر عندها قناعات لا ما بيتمش رفضه، بالعكس ده بيتم استقباله وبيتفتح له ملف وبياخد الخدمه العلاجيه كامله. يعني السنه اللي فاتت جالنا 104 الف عيان في المستشفيات اللي احنا متعاقدين معاهم وكلهم خدوا الخدمه كامله. مشكله الاسر اللي عندها مدمن او عندها مدمنه الاستعجال، عايزين كبسوله سحريه لعلاج الشخص اللي عنده مشكله مع المخدرات. مش معقوله يا دكتوره يبقى واحد عنده الدنيا. تاريخ مرضي 10 سنين او 15 سنه وعلاجه هيتم. انت ما تعرفش البيت اللي فيه. لا انا عارف، انا عارف، انا شغال في المجال. نسبه الانتكاسه قد ايه؟ نسبة الانتكاسة في كل المجتمعات بتقدر من 40 ل 60%، بس لو هنتكلم عن الانتكاسة احنا محتاجين. بس ما جاوبتيش على السؤال بقى. لا احنا بنستقبل كل الناس. ناخد اللي تعالج بره ولا لا؟ اللي خلاص فلوسه خلصت. مش بره. كل الحالات يا دكتورة اللي راحت أماكن خاصة تستوجب دخول الأماكن الخاصة. تبقى الأسرة ما تكونش في رفض، تبقى الأسرة بس عايزة ترتاح من عناء المشاكل اللي عاملها المدمن. وساعات كتيرة جدا بيبقى موجود جوه المجتمع العلاجي وما بياخدش أي خبرات علاجية، وفي اليوم اللي بيخرج فيه بيرجع ياخد مخدرات. ودوت لما يجي يخش من مكان برايفت على مكان حكومي ممكن يعني بيأثر بالسلب على المجتمع العلاجي اللي هو داخله، علشان كده بيتعمل له تقييم وفحص في الاول، ولو حالته طيب فعلا محتاجه حجز يخش قسم الدخل. ثواني خالد رجع لنا ونرجع نكمل كلام. الو استاذ خالد،
استاذ خالد. الو. ايوه يا فندم. أيوة. حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كملي الحكايه، كملي الحكايه بتاعتك. لا والله يا فندم، هي بتبدا يا فندم بتبقى نفسيه عصبيه جوه البني ادم، مشكله زي ما الدكتور ما افهم حضرتك بالظبط والدكتوره. انت كنت مدمن ايه يا استاذ خالد؟ كل درجات اللي حضرتك تتخيلها. بس برضه قعدت كام سنه مدمن؟ انا من الابتدائي، لو قلت لحضرتك من خمسه ابتدائي، وكنت بطلع من المدرسه اركب القطر. خمسه ابتدائي؟ خمسه ابتدائي. اخدت ايه؟ بدات بايه خمسه ابتدائي ده؟ كنت بلم سجاير من على الارض وبشربها. سجاير من على الارض؟ يا خبر ابيض. وبعدين؟ وبعد كده بقى قابلت فلان وقابلت علان ومشكله واضطهاد. المخدرات بدات معاك بقى من سن كام؟ نعم؟ المخدرات التقيلة بدأت معاك من سن كام؟ والله من بعد بقى ما انا ما اشتغلت، يعني قولي كده حضرتك من ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي، وسافرت ليبيا وجيت من ليبيا وكنت بشرب كل حتة. طب أنت سافرت ليبيا تشتغل؟ سافرت ليبيا وأنا فاضل لي سنة في الدبلوم، ورجعت عشان خاطر أختي، يعني كلمتها في التليفون ما كنتش ناوي أرجع. كنت طالع زي سياحة كده ما كنتش ناوي أرجع. فهي اللي سجلتني، يعني كنت فاقد الامل في كل حاجه، انا كان حياتي كلها متدمره، بس هي نفسيا من الداخل. خلي بال حضرتك ان الكيس ده وهم للبني ادم. ايوه. دي حاجه، الحاجه الثانيه ربنا لقد قال لك لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت بقى بتبوظه بالحاجات اللي انت بتاخدها دي. هو بطل فين يا دكتور؟ يا فندم يا فندم، انت اتعالجت فين يا استاذ خالد؟ نعم. دكتور تامر بيسالك انت اتعالجت فين؟ لا انا اللي عالجت نفسي. يقدر يعالج نفسه. طب هوضح الجزئيه دي، حاضر. طيب اوكي، كمل يا استاذ خالد. وبعدين؟ نعم. قعدت قد ايه ان انت فعلا تنجح في معالجه نفسك بدون اي دكاتره؟ والله يا فندم، والله 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 بالظبط اسبوع وكنت متعافي من كل شيء. لا معقوله؟ والله اسبوع وكنت متعافي من كل شيء، لدرجه ان كنت بشم ريحه السجاير اللي والدي بيدخنها بتخنق منها. بلاقيها الاراده. ايوه انا هوضح الكلام ده يا دكتوره عشان بس ما نعولش على الاراده. رد على علي يا يا خالد. اولا بحييك اللي انت قدرت توقف مخدرات، وبحييك على اتصالك وشجاعتك، بس يعني يمكن خالد ليه ظروف شخصيه معينه او ممرش بمرحله شده الادمان اللي عند ناس كتير. فدلوقتي يا خالد انت قدرت تتغلب على اعراض الانسحاب، بس دايما المدمن بيحتاج ثقافه ووعي بخطوات البرنامج العلاجي اللي هو مبطل علشان، يعني النهارده لو جات لك لهفه يا خالد تقدر تتعامل معاها ازاي؟ في سيشنات يا خالد، في جلسات نفسيه وجلسات دعم نفسي. لا وان هو يتسحب من الدم يا دكتور ده اكيد مش بسهوله. لا هو يعني ممكن يبقى في تبطيل قصري، يعني هو حصل له مشكله فبقى موجود في مكان ما فيهوش مخدرات فخلاص قضى مرحله اعراض الانسحاب بكل مشاكلها. آه. يعني احنا بنتكلمه على السكيلز، المهارات اللي طب هو حضرتك في نصيحه تنصحها له؟ ان هو يتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان وطنطا فيها مستشفى بتتبع الامانه العامه، احنا متعاقدين معاها، يروح بس هناك يقعد مع الاخصائي. آه. ويقول له انت بطلت ازاي. خالد انت معانا على التليفون؟ طب المراكز اللي في القاهره فين؟ سمعنا. طيب بص، احنا طبعا بنحييك ان انت وصلت للمرحله دي، لكن دكتور تامر بيقول لك ان انت لازم تتواصل مع المراكز الموجوده عندك لعلاج الادمان في طنطا عشان ما يحصلكش انتكاسه. صح كده. بس يا فندم انا هوصل العنوان بتاعي انا فارش على الكتاب عندي. الرقم على الشاشه يا خالد 16023. تمام يا فندم، انا فارش عند الجامعه جنب معرض الجعان، فارش بحزمه ومحافظ جل. الايه؟ مش سامع. عند مستشفى الجامعه. بفرش عند مستشفى الجامعه بمحافظ ومحزمه جل. كويس قوي. انا تاني انا مش هقدر اروح لحد اللي هيعوزني، لان ده مكان اكل عيشي. انا ما بعرفش. خلاص يا دكتور. طبعا هي فكره الاراده يا دكتوره فكره مهمه جدا، ان في شخصيات بيبقى عندهم معلش اراده. معلش يا دكتور معلش، معانا اشرف. اشرف. ايوه اتفضل. ألو. يا اشرف. الو الو. ايوه يا اشرف اتفضل، انت معانا على الهوا. مساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك انا مدمن ماده عاليه. اتعالجت اكتر من 3 مرات. عملت فترة سنة يعني يعتبر سنة جميلة، يعني أجمل سنة في حياتي، وانتكست حاليا. ألو؟ أيوه. وانتكست، فأنا دلوقتي رحت بتابع مع مستشفى في مستشفى المطار، وعايزة أتحجز. حضرتك قلتي في ممكن مساعدات
ماشي للحجز اسمه خالد اللي احنا ممكن لحد يحجزنا. ايوه فديت ممكن ولا ابقى تابع معاهم؟ دكتور تامر خليك معانا. دكتور تامر حضرتك هو ليه تجارب سابقه معانا، تواصل مع اكتر من مستشفى بتتبع صندوق مكافحه وعلاج الادمان، والدليل ان هو بطل قبل كده وانتكس. يبقى المشكله ما كانتش في البرنامج اللي بتتقدم لك، اللي بيتقدم لك يا خالد، المشكله ان انت ما مشيتش على خطوات البرنامج، ومش دايما مش الحل بيكون. انا وقعت فعلا، انا وقعت خطوه اولى، انا فاهم صح يعني. اسمه اشرف. يا اشرف المشكله انت عارف مستشفى المطار دي من اعظم المستشفيات اللي في مصر بتعالج الادمان، ليها باع كبير في علاج الادمان، وهم اساتذتنا ودكاترتنا اللي موجودين هناك بيقدموا افضل خدمه وافضل رعايه. بالمجان ولا بالمجان يا فندم؟ جنيه بس حق التذكره، وكل تكاليف العلاج من اول الديتوكس لغايه مرحله التاهيل. انصحه ان هو يروح يكمل ويقعد مع الاخصائي ويقعد مع الدكتور يشوف ايه المشكله بتاعه الدخول، ان في حاجه اسمها قوائم الانتظار. احنا يومين بتردد علينا حالات كبيره جدا، مش كل الحالات بيبقى ليها الاولويه للدخول، في حالات ليها معايير. طب ايه اللي له اولويه في الدخول يا دكتور تاني؟ دي بتبقى حسب تشخيص الطبيب وحسب السايكومتر اللي بيتم من الاخصائي النفسي. يعني لو حاله عندها شده ادمان وفقدت السيطره وبقى لها سنين بتتعاطى مخدرات وحاول يبطل اكتر من مره ما عرفش، وعنده مشاكل جسمانيه بسبب ادمانه للمخدرات، ومفيش دعم اجتماعي بره، ده يخش المستشفى. يعني انتوا الاولويه بتكون شده الاصعب. الحاله الاصعب في الاقل صعب. اوكي. طب ليه ما ناخد الحالات طب اشرف وضعه ايه يا دكتور؟ اعالجها. يعني الحالات اللي دي يا فندم درجه من درجات الوقايه اللي احنا شغالين عليها قبل ما توصل للمرحله دي، درجه من درجات الوقايه اللي احنا شغالين عليها في صندوق مكافحه وعلاج الادمان. ايوه. طب دلوقتي اشرف حضرتك هو لسه معانا على التليفون، تنصحني يا اشرف؟ اكيد انت ليك ملف في مستشفى المطار، وليك اخصائي وليك دكتور، روح تابع معاهم تاني. واحنا النهارده عاملين مبادره من خلال البرنامج، يبقى على صفحه حضراتكم البرنامج وعلى صفحه صندوق مكافحه وعلاج الادمان، اي حد عنده مشكله مع اي نوع من انواع المواد المخدره وعايز يبطل، وفعلا هو عايز يبطل علشان نفسه وعنده رغبه ونيه صادقه للتبطيل، يتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان او يتواصل مع حضرتك. اول الاماكن حضرتك تعرض الاماكن اللي موجوده في القاهره الكبرى. هو الكول سنتر ده يا فندم بيقول كل المستشفيات. طب ما افرض ان ما ردش عليه اصلا. لا لا في ناس قالوا، انا عارفه ان في سريه وكل حاجه، بس من شده الاتصال بيه ممكن عشان 24 ساعه يعني، هو حتى لو اتصل. طب وفي ايه لما نقول الاماكن؟ احنا عندنا في زي ما حضرتك قلت المطار، في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه، في مستشفى دلوقتي النهارده من خلال مستشفيات كتير جدا بندعم هذه المبادره، مبادره صندوق مكافحه الادمان. اللي عاوز يتواصل معانا يكلمنا دلوقتي، واحنا لو عايز يقول اسمه اهلا وسهلا، مش عاوز يبعت رقمه واحنا هنكلمه وهنوصله بصندوق مكافحه الادمان، او يروح هو يتصل مباشره بصندوق مكافحه الادمان وهم هيقدموا له احسن خدمه للتعافي. دكتور هو دلوقتي المطار، مستشفى المطار، في مستشفى العباسيه، في مستشفى الخنكه، مستشفى من الجيزه. الو، تابع لمستشفى جامعه عين شمس اللي انا بروحه. اهلا يا مصطفى. في مركز القصر العيني الطبي. اهلا بيك، قول لي انت ليك تجربه في الادمان قبل كده؟ لا، انا عند اخويا اخوك كان بيشرب ستروكس يعني، واحنا عاوزين نتواصل مع الدكتور عشان نعرف نتكلم. ستروكس ده اللي يعني المدمر، ده بيموت وقبوضة يعني الحقيقة، بين بيتعاطوا المخدرات وبيموت كمان. قولي الحكاية ايه؟ قولي الحكاية. والحكاية يعني هو كان اتلم، وكان هو في جامعة، بعدين اتصاحب على اصلا كان خارج من السنة، واصلا كانش ما يعرفش اصلا بيشرب سجاير ولا اي حاجة. اتلم مع طلب الجامعة ايوه، وشربوه بداية برضه حشيش والكلام ده، بعدين اتجه لطريق الاستروكس، بعدين انا لاحظت عليه حاجات مش كويسه يعني، بعدين بدات بعدين بدات بقى افتش وراه، لقيت استروكس، لقيت واحد اعرفه هو خدت الحاجه دي، قلت له ده استروكس وبتاع. بعدين واجهته وبتاع، وحصل مشاكل كتير، واصلا قال لي كذا مره هبطل، بس بعدين ما بيستجيبش يعني. ما فيش استجابه، بيرجع تاني. هو عنده كام سنه؟ هو عنده 21 سنه. طيب هل الجو المحيط باصحابه او زمايله، هل هم اللي بيعرضوا عليه دايما ان هو ياخد حتى بعد ما بيروح يتعالج؟ هو ما تعرفش مين بيديله؟ صحابه بيقعدوا مع بعض كتير وبتاع،
ما حاولتش ان انت تراقبه تعرف مين تمنعه ازاي؟ هو هي يعني انا هو اكبر مني بسنه هو كبير ومش هقدر ازعله اقدر اعمل معاه مشكله. لا تزعله تزعله لمصلحته تمنعه ازاي بقى؟ ده انت ده بيموت. طيب بيجيبه منين؟ انت ما عرفتش هو بيحصل عليه ازاي؟ بتعمل في تحت السلم في مصانع دلوقتي بيتم ضبطها من اداره العمل المكافحه. طيب شكرا. بيسخنوه عندنا في امبابه خط اتقطع يعني طبعا اي حد عنده مشكله ومحتاج مساعده احنا مدين ايدينا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان. احنا دورنا مش مقتصر على الـ على الـ على الـ على فكره النواحي الارشاديه او النواحي النفسيه. لازم بس اوضح حاجه ان علاج الادمان من خلال منظومه في طبيب هو على راس الهرم العلاجي طبيب سايكاتري ودوت يعني البص بتاع العلاج. في استشاري نفسي في استشاري اجتماعي في مرشد تعافي زي ياسر في ممرض نفسي. ان علاج الادمان بيكون من خلال منظومه ان مش اي حد يقدر يشتغل في علاج الادمان الا لما يكون مؤهل ومدرب. علشان كده احنا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان عاملين دبلومه لخفض الطلب على المخدرات اي حد يقدر يتقدم ليها سنويا تبع جامعه القاهره. ومن خلال الدبلومه دي يقدر يدرس مواد توعويه ومواد ارشاديه. مش لازم يبقى طبيب يعني؟ لا ممكن يبقى اخصائي ليسانس اداب ممكن يبقى بكالوريوس خدمه اجتماعيه ممكن لسه مفتوحه السنه اللي فاتت. احنا بشكل مستمر بنحاول يبقى فيه ودي فكره حضرتك اللي حضرتك عايزه تعمليها يبقى فيه كوادر تبقى موجوده في علاج الادمان. ان الحقيقه ان الامكانيات البشريه هي عمود الخيمه بتاعت علاج الادمان. بس دكتور تامر انا شايفه انه في دلوقتي مشكله على الويتنج ليست اللي حضرتك بتقولها. دي حقيقه. دول الناس دي الشباب دي لازم نلحقهم باسرع وقت. الناس دي برضو بتاخد خدمه ما ينفعش يبقوا ويتنج ليست يعني لازم تتصرفوا. القانون ده ما هو اللي يحل الموضوع ده يا استاذه جيهان. ان يبقى عندي 27 مكتب انا عندي في الخانكه والعباسيه محتاجين 22 مكتب يا دكتور لكن 27 مكان في 27 محافظه ده هيتعوض. احنا عندنا 22 مستشفى بتتعاون مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان. انا عندي العدد ده كويس ده كويس يعني يبقى في تعاون ليكم. الحالات دي بتاخد خدمه من خلال الدي كير ومن خلال المتابعه في العيادات الخارجيه ومن خلال يعني انتوا بتحولوهم عيادات خارجيه لغايه ما تبتدوا تستقبلوهم. بالظبط بالظبط كده. طيب احنا معانا مشهد المشهد ده مهم قوي وبيبين نهايه الادمان من مسلسل تحت السيطره. نشوفه مع حضراتكم ونرجع نكمل كلامي مع المسلسل ده. احنا كرمنا اشمعنى كل مره انا الاول؟ خليني انا بعدك انا عايز اجرب اكارك. خلاص لا قبل ولا بعد. الله يا طارق ما انا اللي جايبها. جايبها ما بتعرفش تضربها. خلاص المره الجايه ابقى اروح للي علمني. شد انت مين يالا اللي دلك على السكه دي؟ اللي دلك عليها ما بيحبكش عمر ولا حسن ولا ريكو مين؟ ركز معانا بقى شد. احنا بنعتذر لحضراتكم على المشهد بس فعلا كان لازم نجيبه في فقرتنا النهارده. وخلال الفقره ياسر ما كانش عاوز يبص على الشاشه وقال لي انا مش عايز اشوف المشهد. انا هبدا بالتعليق منك يا ياسر، ليه رفضت ان انت تشوف المشهد؟ بص حضرتك، هو الادمان في ناس كتير قوي فاكره ان موضوع اصعب حاجه في التبطيل اللي هي اعراض الانسحاب. ايوه لا، دي اسهل حاجه في التبطيل اعراض الانسحاب. الاعراض الجسمانيه دي اسهل حاجه وخروج الماده من الجسم دي اسهل حاجه برضه. امال ايه اصعب حاجه؟ اصعب حاجه الخطوات اللي الواحد يمشي عليها.
انا ممكن اتفرج على المشهد عادي مش هيفرق معايا، بس انا الدكتور قايل لي ما اتفرجش على حاجات زي كده، مش هتفرج على اللهفه واللهفه هتتخزن. احنا لما رحنا للصندوق ورحنا عرفنا ان في حاجه اسمها ادمان، انا كنت مدرك تماما ان انا مش قادر اتحكم في حياتي. فلازم اسلم دماغي اللي وصلتني للشيء دوت لناس اثق فيها وهي تدير لي حياتي لفتره لحد ما يقولوا لي انت كده رجعت او انت دماغك كده تقدر تكمل. فما ينفعش ان انا اعمل حاجه من دماغي هم رافضينها. طيب في ناس من المدمنين رافعين شعار انه لا تعافي ومفيش انه حد يبطل. اكيد انا يعني دول ماجورين، دول ماجورين على تضييع الشباب. لا لا بص حضرتك دول اساسا ماجورين في تعافي وفي تبطيل. ممكن حضرتك تروحي تعملي تقرير خارجي وتشوفي في المستشفيات وتشوفي الجروب اللي احنا بنبطلين فيه بنحضره. في كام واحد دلوقتي؟ واحد من كفر الشيخ رضا، رضا رضا من كفر الشيخ وعايز يتعالج، فحضرتك هنستقبل الحاله. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه حضرتك انا عايز ابطل حشيش. حشيش. طيب دكتور تامر كويس يتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان وهيودوه اقرب مستشفى. سهل ان هو الحشيش. لا مش لا. يعني دي خطوات برنامج اسهل إلهي من المواد اسهل من الافيون اخرى يعني اسهل من الافيون حسب ما بقاله الافيون ضرب السيد كله. هو بقالك قد ايه مدمن الحشيش؟ ممكن يبقى شوكولاته بشربه بقالي 17 سنه. طيب 17 سنه يعني في الدم دلوقتي فين السهوله؟ لا اتصل بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. انت عندك كام سنه؟ انا 32. اسمه ايه؟ رضا. يا استاذ رضا اتصل بالرقم اللي موجود على الشاشه دلوقتي هيودوك مركز يتبع صندوق مكافحه وعلاج الادمان، هتاخد الخدمه بالمجان وفي سريه تامه. محمود من الجيزه. الو. الو. طنبابه كله. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضل قول لي. ارحب بحضرتك وارحب بضيوف حضرتك. بشكرك يا محمود، قول لي عاوز ايه؟ دلوقتي انا يعني عندنا بدعو يعني وزاره الداخليه ووزاره الصحه بتكون ان هي عندها رقابه كافيه في جميع المدارس وجميع الجامعات، لان انا في الجامعه يعني في جامعه في اكتوبر. ايوه. دلوقتي انا ما تقولش اسم الجامعه خالص. مش لازم. ها ما فيش خالص رقابه يعني من وجهه نظري المفروض يعني ما فيش رقابه على الطلبه؟ خالص يعني انا المفروض يعملوا إيه؟ مثلا بشوف في المواد طبعا حضرتك زي ماده الاستروكس وماده الفودو، المواد اللي هي اللي بتفضل تظهر كل من يوم تاني يعني كل المفروض ديت بتهدد يعني دي اصلا ديت مواد مخدره يعني بتموت اصلا يعني ما ينفعش اصلا ان هي تكون موجوده او بتتصدر لمصر والكلام ده كله. فاحنا لازم يكون يبقى في مثلا في المدارس والجامعات يعني زي غرفه كده. طب هم بيحصلوا على الحاجات دي داخل الحرم الجامعي ولا بيجيبوها من بره؟ ما في بيبقى واحد زي يعني واحد كده مثلا بيبقى هو اللي بيبقى جوه الجامعه بيبيع مثلا او بيبقى الديلر يعني. بس انا عايزه اسال ان هو ايا كان هو في جامعه ايه، بس الجامعه عندها فكره عن الموضوع؟ انا بصراحه ما عنديش فكرة. ما حدش حاول يبلغ اداره الجامعه باللي بيحصل؟ لا خالص خالص خالص. والنوادي يا استاذ بس شهر. فانا بتكلم في نقطه ان لازم تكون وزاره الداخليه عندها. حاول انت طيب حاول يا محمود ان انت تبلغ النوادي بتنزل يعني المدارس. شيء مؤلم ان يبقى داخل الحرم الجامعي بيتباع الحاجات دي، فحاول ان انت تبلغ يمكن ان انت فعلا توقف الموضوع ده وتحاول انقاذ اصحابك يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك. تقرير الشارع المصري عن الادمان ونرجع تاني نكمل كلام. ازاي ندعي على ظاهره تعاطي المخدرات في مصر؟ واحنا المفروض في مصر ندعم الرياضه عموما ومراكز الرياضه، كمان عايزين نقضي برضو على الاماكن التجار المخدرات ونقضي عليهم تماما، ونحاول يعني ننظف البلد شويه، والداخليه برضو اكيد ليها دور مهم جدا في الموضوع. كمان ممكن نعمل توعيه في الجامعات لان اغلب المخدرات بتبقى بالنسبه للشباب بسن الشباب اللي هم بعد ال 18 وطالع. اولياء الامور تهتم بالطلبه وبولادهم وحملات توعيه في الكليات والمدارس يعني اتوعي الطلبه واتوعي الناس اكتر يعني. نوفر فرص عمل للشباب بسهوله وكن يعني مريحه وكده، والتوعيه من على خلال الفيسبوك الميديا كلها والاعلانات وكل حاجه. ممكن نزود حملات التوعيه من خلال التلفزيون والراديو والميديا والفيسبوك والكلام ده كله. هو الاسره عليها دور كبير طبعا انها تعرف ولادها بينزلوا مع مين وبينزلوا فين والتاخير بالليل،
حتى الفلوس اللي بيديها لابنه يبقى عارف هي بتروح فين، ولازم ياخدوا الناس اللي موجوده بره المصريين مثل اعلى زي كابتن محمد صلاح كده. يعني من اول الحاجات اللي عملها كان موجود في حمله لا للمخدرات، فلازم الشباب يبقى بتفكر بشكل احسن وبطريقه احسن، ولازم يعني الرقابه تبقى من الاهل اكبر. تنصح متعاطي المخدرات واسرهم بايه؟ اكيد ان هم ما يكملوش في حاجه زي كده عشان دي بتضيع لهم وقتهم وصحتهم، ويبداوا يعني يضيعوا الفلوس اللي بيضيعوها في المخدرات دي في حاجه تفيدهم اكتر. يعني انصحهم ان المخدرات كده ملهاش فايده، يعني اول عن اخر هي ملهاش فايده، بس هتفضل تشرب عادي يعني، الموضوع على حسب الشخص يعني، اوله ما يجيش من نفسه بس. موضوع مش مشوق او ما يستاهلش التجربه بمعنى اصح، عشان الصحه، عشان انت تبقى سليم لفترات كتيره قدام. عندي حمله اعلانيه عاملها النهارده عن ايه؟ ما تشربش المخدر. بص ما تشربهاش عشان انت ايه؟ قدوته، ده اب وابنه. ما تشربهاش عشان ايه؟ ترفع راس بلدك. شفنا تقرير الشارع، والحقيقة احنا مش ملاحقين على التليفونات والحالات اللي جاية النهاردة لمركز مكافحة الإدمان. انا فعلا مبسوطة، بس هبقى مبسوطة اكتر لو كل اللي على التليفون دلوقتي وعايزين يوصلوا لنا يتواصلوا بمركز مكافحة الإدمان وفعلا يكون عندهم إرادة للعلاج. معايا احمد من طنطا. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم، حضرتك اتفضل يا احمد. هو انا حابب بس اقول انتماء النهارده لفكره البرنامج، بصراحه هي فكره شيقه جدا. وانا واحد من الناس فعلا كنت باخد ماده هيروين وما كنتش عارف ابطل. بالنسبه للاستاذ اللي كانت بتقول اللي دي يعني ناس ماجورين وكده، لا هي مفاهيم مغلوطه، احنا كنا بنقولها لنا وبين بعض، اللي ما فيش تبطيل وما فيش حد بيبطل بحكم المجتمع اللي احنا كنا فيه، ما كناش شايفين ان حد بيبطل. ماشي برنامج علاجي على فكره، انه ما فيش تعالج. هي ماشي برنامج علاجي. انت ماشي على برنامج علاجي يا احمد؟ شغال ان ايه. شغال 12 خطوه. هايل يعني، احنا بنحييك والله، برافو عليك، ربنا معاك يا احمد فعلا، وتعدي منها باذن الله وما ترجعش ابدا، وتحاول تاخد قال الدكتور. ها زي ما قال الدكتور كده، هو يعني كانت اسهل حاجه بالنسبه لي فكره اعراض الانسحاب، هو كان كل الموضوع ممكن الدكتور يفهمني القرد اللي بيتنطط، اللي ممكن تقول لحضرتك خد كل اسبوع، خد كل شهر، خد في المناسبات، خد الكلام كله. فكره ان انا كنت اسلم لحد دماغي اللي يسوق لي الست شهور بتوع فتره الساعات الاولانيين، هي دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي. ايوه طبعا، اكيد مرحله صعبه. طيب يعني ما حاولتش يا احمد تاخد حد من اصحابك اللي كانوا بياخدوا معاك المخدرات ان انت تقنعه بالعلاج؟ هو مش مكان، ومش مكان حضرتك اللي انا غير رساله لحد، انا لسه فتره تعافيه سنه، ما اقدرش انقل الرساله لاي شخص ان كان، لان انا برضه لسه في حته ضعيفه عندي. ما تقدرش، بس بعد ما تتعافى ان شاء الله اكيد هتقدر. احنا عايزين كل واحد تعافى يبقى مثال لغيره من اصحابه، اكيد انت بتحب اصحابك، علشان كده انت طبعاً. او غيرك لما تتعافوا لازم تقنع زمايلك اللي انت بتحبهم او قريب منهم او اللي انت شايف ان هم هيسمعوا كلامك ان هم فعلا يتعافوا. بشكرك يا احمد، وانا فعلا مشكوره ان انت مبسوطه ان انت اتصلت بينا، وبشكرك بأيدك ان انت تكمل برنامج العلاج اللي انت بدأته. معانا مصطفى من شبرا، سمير من الجيزة. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا سمير، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا رجل عندي بتاع 52 سنة ولا 53 سنة. اهلا بيك. عاوز اعرف اروح فين واجي منين، بس عشان اروح المكان اللي هم بيعدوا فيه. انت بقالك كم سنة بتاخد المخدرات؟ لا ده من زمان. من زمان. طب معاك دكتور تامر، اتفضل يا دكتور. والله عندك مركز الطب النفسي لمستشفيات جامعه عين شمس اللي هي مستشفى الدمرداش. فيها وحده علاج ادمان لو انت من جوه القاهره، او مستشفى العباسيه، او مستشفى المطار لو انت من الاقاليم بقى، كل محافظه لها فيها المركز. مستشفى خاصه بعلاج الادمان. طب يا دكتور، هو بيقول لحضرتك ان هو عنده، انا ما اعرفش حاجه، انا راجل فلاح. ساكن فين يعني؟ انا محافظه في الجيزه. انا ساكن في حته اسمها امبابة. طب يعني انت ما تعرفش مستشفى الدمرداش فين؟ طب معلش يا دكتور تامر، احنا اللي هنكلمك. خلاص عين شمس يا فندم، الدمرداش يعني عين شمس، او مستشفى العباسيه بتاعه الامراض النفسيه فيها جزء الادمان. بالظبط كده، يعني العباسيه اللي هي عند بتاعه الامراض النفسيه.
فيها جزء برضك لعلاج الادمان، برضك مستشفى زي ما هو قال الدمرداش، زي ما قال مستشفى الخنكه، مستشفى مركز الطب النفسي اللي في القصر العيني. يعني زي ما اتصلت بينا النهارده يا حاج سمير، المترو لو ركبوا للاخر هيروح الخنكه، وعلى العموم احنا هنسهلها عليك. او تتصل ب 16023، ده الخط الساخن بتاع الادمان، وده بنقوله لمصر بحالها اهو دلوقتي. 16 وفي سريه تامه 16023. على العموم يا حاج سمير سيب رقمك مع زمايلي في الكنترول، هم كانوا اصحاب الفكره الحقيقه، والشكر كله ليهم النهارده، وهم هيتصلوا بيك وهيوصلوك بمركز مكافحه الادمان، وهيكلموك ويقولوا لك العنوان وتروح فين ومين مستنيك هناك. ارجع بقى لضيوفي، واحنا خلاص يعني الفقره الحقيقه بدات تخلص. ابتدي بحضرتك دكتور تامر، ايه اللي عايز تقوله النهارده في نهاية الفقرة؟ عايز تبلغ رسائل معينة للي عايزين يتعالجوا؟ عايز تبلغ رسائل أخرى للدولة مثلا لدعم معين؟ طبعا أنا بحترم جدا مقترح دكتورة شادية إن هي مهتمية بقضية الإدمان زي ما ابتديت في أول حلقة، وإن إحنا مفيش اختلاف بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبين اللي الدكتورة بتفكر بيه اللي بتفكر فيه. عايز أوضح إن مشكلة المخدرات مشكلة مزمنة، بس يمكن علاجها ويمكن السيطرة عليها. محتاجة دعم، مش محتاجة دعم مادي زي ما الناس متخيلة، محتاجة تكاتف الأسرة، تكاتف المجتمع، تكاتف أعضاء مجلس الشعب والنواب، محتاجة تكاتف جميع الأشخاص القائمين على المسألة سواء في البرلمان أو كل الناس دي، محتاجة إن هي مش عايزين نصحصح شوية وننام شوية في موضوع قضية علاج الإدمان. لا خلاص إحنا بدأنا يا دكتور تامر، لازم نواصل. طب وأي بقى حد، أي حد عنده مشكلة مع المخدرات أرجوك تواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو الرقم بتاعنا 16023. وكل الحالات اللي اتصلت النهارده، تسمحي لي بس يعني يبقى في الكنترول روم، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا وقفنا الاتصالات، كمية تليفونات جوه احنا مش ملاحقين عليها، وتواصلوا معانا واحنا ان شاء الله نقدم لهم الخدمة من خلال الصندوق بأمر الله. طب تاني يا دكتور، حضرتك الويتنج ليست يعني هم هيجوا لكم وانتوا اساسا عندكم انتظار قد كده، هتعملوا لهم ايه؟ دلوقتي في المركز الوطني لعلاج الادمان في الاسماعيليه، يعني في سعة سريه كبيره جدا نقدر نستوعب فيها سواء في العيادات الخارجيه او في الاقسام الداخليه. هاجي لحضرتك دكتوره شاديه، بس معلش انا معايا اول صوت نسائي في حلقتنا النهارده. منى، استاذه منى. ايوه ايوه، مساء الخير. ايوه اتفضلي، انا سامعاكي. ايوه حضرتك، انا من بولاي واخويا مدمن. ايوه، عايزه توصليه المركز؟ عايزين نلحقه كده لاني رجله بايظه خالص. ساكنين فين؟ مدمن ايه يا منى؟ بودره. ساكنين فين؟ بقاله كام سنه؟ 3 سنين. 3 يعني لسه؟ ها؟ ده بيضرب في اماكن خطيره يعني. لا بقاله كتير قوي. ساكنين فين يا فندم؟ انتوا ساكنين فين يا منى؟ بولاق الدكرور. بولاق الدكرور الجيزه. طيب دكتور، اتصلوا برضو بالرقم دلوقتي صندوق مكافحه وعلاج الادمان، هيتم توجيههم لاما مركز الطب النفسي في القصر العيني، لاما مستشفى الدمرداش، مركز الطب النفسي التابع لمستشفيات جامعه عين شمس. دكتور، هو دلوقتي بتقول لحضرتك رجليه تعبانه، الحقيقه ان احنا لسه في البروتوكول اللي تم تفعيله مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان مع مركز الطب النفسي استقبال الحالات الحرجه. طب يعني رجله فيها ايه طيب؟ التعاطي المخدرات عن طريق الحقن ووصل لمرحله كبيره، فهو طبعا مش لاقي عروق في ايديه بيضرب، فبيوصل في مناطق خطره جدا. هي بتقول لك انه فعلا حالته خطر طبعاً، ولازم يتلحق طبعا. فده يجي لنا مركز الطب النفسي تبع المستشفى. انا زمايلي في الكنترول مجمعين كل ارقام التليفونات، ويتم الاتصال بيكم وتحويلهم. منا ان شاء الله اخوكي هيتحول عند الدكتور تامر او الفرع بقى اللي هم ساكنين قريب منه، وهيتم علاجه ان شاء الله، بس لازم توديه وتصري على هذا. دكتوره شاديه، قبل ما نختم، حضرتك كعضوه في البرلمان، انا الحقيقه شايفه ازاي تساعدوهم؟ انا بنقول لحضرتك، انا مهتمه جدا بالموضوع ده لكميه الحالات اللي عندنا في امبابه، وفعلا انا خدت موافقه وزير الصحه وموافقه صريحه باني اعمل مركز ادمان في امبابه، وبعتني للدكتوره منن في العباسيه، ولما رحت للدكتوره منن قالت احنا عايزين نتوسع في المراكز، بس شوفي لي المكان. وقلت لها حميات امبابه، وفعلا انا ببشر اهل امبابه ان في فعلا جاري عمل مركز ادمان في امبابه، وغالبا هيبقى في حميات امبابه، وانا خدت الموافقه صريحه من الوزير الصحه مشكور الدكتور احمد عماد، وان شاء الله هتساعدونا في
فيه طبعاً. هم قالوا لي هات المكان وصندوق الادمان عنده الاستعداد ان يفرش كل حاجه، ده قالوا لي في العباسيه. فانا الحقيقه انا بما اني كل يوم داخله جوه امبابه وشايفه كل مشاكلها، فكل ما بشوف بجري على الوزير ومشكورا اداني الموافقه فعلا، وعن قريب هتواصل معاك. غير ان انا عملت مقترح هذا القانون، اذا كان تقدروا تضيفوا عليه حاجه او تفعلوه او تاخدوا نقط تفعلوه عندكم حاجه كويسه. مجهود هايل يا دكتوره شادية. عايزين نزود مراكز الادمان، انا عندي في امبابه اكبر قدر ممكن من الناس عشان ما يبقاش في ويتنج ليست. فانا عندي في امبابه انا محتاجه، يعني احنا ما صدقنا يا دكتور تامر ان هم جم، فما نقول لهمش روحوا لانه ممكن يفكر وما يرجعش. واخده الموافقه بهذا الكلام ومعايا يعني الموافقه. احنا طبعا اكيد بنشكر حضرتك على ده المجهود الكبير ده. لا ده واجب عليا، واجب عليا. واحنا معاكي في اي وقت هتحتاجينا، احنا هنجيلك في اي وقت. واجب على النايب كده اللي خلاه بينه وبين التنفيذيين يحلوا له مشاكله، ده واجب علينا مش طيب. انا هختم الحلقه بياسر. ياسر للمره التانية أنا بحييك على خروجك من هذه التجربة الصعبة والفاشلة، وفعلا قاعد قدامنا مثال لإنسان محترم. تقول إيه لكل الناس النهاردة الكاميرا قدامك، تنصح بإيه؟ أولا أنا أنصح الناس اللي لسه بتشرب، يعني مش هقول لك بطل في ثانية، بس اقعد مع نفسك على الاقل. انا صوتك كده يا ياسر عشان كله قاعد سامعك دلوقتي. عنده برد بس. اقعد مع نفسك بس 10 دقايق وفكر كده، انت دماغك وصلتك للي انت فيه دوت. فانت دلوقتي دماغك مش صاحبة قرار، لازم ان انا اسلم دماغي لحد يكون اهل ثقة. بقى ميت بالحياة. اهل ثقة يتولى هو فترة اللي هي يعيد لك فيها دماغك زي ما كانت انسان طبيعي. وبعد كده هترجع حياتك طبيعيه جميله ومفيش اي مشاكل. ما تقولش مفيش تبطيل، ما تقولش مفيش مستحيل، انوي وسيبها على الله. وزي ما كنت بتتعب، والناس كتير بتقول لك المدمن ده دماغه قفلت، لا، المدمن ده اذكى واحد في الدنيا. ايوه، وبيشغل دماغه، بس هو فكرته ان هو بيشغل دماغه في الغلط. لو شغلها في حاجات كويسه هيبقى هيقدر يستثمر من نفسه وهيبقى كويس. دي حاجه بالنسبه للي لسه بيتعاطى. الحاجه الثانيه، طبعا احنا كان من فتره كده كان عندنا مشكله كبيره قوي في موضوع فيروس سي. ايوه، ما تحلش غير لما في تكاتف حصل. وفكره برضو قائمه الانذار دي اللي حضرتك اتكلمت فيها، دي مشكله كبيره جدا. اللي جالكوا مره ده وما لقاش مكان، طبعا ممكن يمات، ممكن يروح وما يرجعش تاني. دي حاجه يعني هو بيبقى جاي اصلا بيتلكك، صح؟ ولما تقول له ما فيش مكان صراحه ممكن يتحول لمجرم. انا ما بقولش ان انا ما بقولش ما لا، دي حقيقه. انا ما بنكرش دور الصندوق، ما بنكرش دور الصندوق في الموضوع ده، بس هم بيعملوا اللي عليهم. عايز اقول لحضرتك ان دور الصندوق ده، الناس دي لو بتشتغل اللي هي الشغل الروتيني بتاعهم اللي هو كام ساعه، اقسم لك بالله في دكاتره كنت بشوفها بتنام قدامي من كتر التعب اللي هو فيه، وده مش شغله. بس هو الادمان محتاج اللي يشتغل فيه يشتغل بقلبه، يحط ان ده اخوه، دي اخته طبعا. بس ده من دور الصندوق. دور النائب بقى عندنا اللي المفروض هو اللي يحل موضوع. ما انا والله انا مش هم لازم تعمل اللي عليهم، بيستقبلوا الحالات وكل حاجه، بس ما فيش مكان يعملوا ايه. لا يعني انا مع الدكتور تامر ومنظومه المركز فندم. وان شاء الله، وانا بقول لك الف مبروك. الله يبارك وسعيده فيك. الله يبارك فيك يا فندم. وان شاء الله ما نلاقيش مدمن باذن الله، زي ما قضينا على فيروس سي ان شاء الله نقضي على الادمان بمساعدة صندوق الإدمان والدكتور تامر والناس المحترمة. دكتور عند حضرتك والإعلام المحترم. الله يخليك. بيتناول المشاكل الحقيقية بتاعت الشباب. أنا بس آخر حاجة، بس لازم أوجه الشكر للقيادات اللي موجودة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتورة غادة والي رئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يعني أي دور هايل في المنظومة العلاجية والمنظومة الوقائية، والدكتور عمرو عثمان وكل القائمين في الجوانب الفنية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. ياسر، كل دول يعملوا لنا المركز في امبابه. نفسي ان انا يعني اختم برضو معاك بحاجه. هل ينفع ان انت تبلغ عن الناس اللي كانت بتوصل لكم الحاجه دي؟ وطبعا الموضوع هيبقى سري. هو انا ممكن ابلغ في حاله واحده بس، ان هم مش عارفين، يعني الناس القيادات مش عارفه، يعني في معظم القيادات بتبقى عارفه ان بتبقى على طرق حراويه في الموضوع. انا ما اقدرش اتكلم فيه الصراحه. في 0800 في خط ساخن لابلاغ عن تجار المخدرات برضه عندنا في الصندوق. انا ما اقدرش ابلغ. دكتور تامر بيقول في 0800 22 0800 22، اللي عايز يبلغ 3 0 22. ده 0800 22، اكتبوا يا جماعه 0800 22 0800 3 0 0800 22 3 0 22، 0800 22 3 0 22. الخط دوت موجود برضه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، بس ده خاص بالحالات
لو في اي حد بيبيع مخدرات او بيتاجر في المخدرات في سريه تامه برضو بيتم تواصل لانه مهم جدا ان احنا نقطع الخيوط اللي بتوصل شبابنا للمرحله دي. فاي حد ربنا بيكتب له الشفاء وبيتعافى يا ريت يبلغ او يوصل لاي حد، والموضوع صدقوني هيبقى في سريه تامه، هيكون في حفاظ على اللي بيبلغ، محدش يخاف من اي تجار مخدرات من اي عصابه، محدش يخاف، الموضوع هيبقى فيه سريه تامه. الإدارة العامة عاملة جهد كبير جدا، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للأمانة طبعا طبعا هم بيقبضوا على ناس كتير وحالات كتير، بس وزارة الداخلية في أزهى صور يعني احنا دايما بنقول انه رجال الشرطة بيعتمدوا على المعلومة، لو انت سهلت له المعلومة هيوصل بأسرع وقت وبقوة للقضاء على الموضوع. وانا بعتذر لكل الناس اللي موجوده دلوقتي معايا على التليفون وانا مش قادره اخد تليفوناتهم، لكن كل اللي اتصلوا بينا هنوصلهم معانا ارقامهم وهنوصلهم بمركز مكافحه المخدرات، والدكتور تامر هيقوم بتوزيعهم على الاماكن القريبه منهم، واللي ما قدروش ان هم يوصلوا لنا النهارده ارجوكم خلي عندكم اراده وروحوا مركز او صندوق مكافحه المخدرات، وهيكون في تعاون من البرلمان ووزاره الصحه والرقم قدام حضراتكم علشان يكون في سهوله للوصول له، وزي ما قلنا ان في تكاتف كبير من اجهزه الدوله لحل موضوع تعاطي المخدرات والادمان، وان شاء الله هننجز وهيكون في عندنا نتائج هايله جدا. وبشكركم، تصبحوا على خير، انتظرونا بكره وحلقه جديده.